التاريخ 7 سبتمبر 2024، المكان مراكز الاقتراع، الحدث الانتخابات الرئاسية. الشيء الأكثر تميزا هو مرافقة الأطفال لآبائهم وأمهاتهم في عملية الاقتراع في تجربة جديدة للأطفال. هذه ثاني مرة لي نجي نتخب، جيت مع جدي هذه المرة لأجل اختيار رئيس لبلدنا لكي يطور لنا بلادنا ويجعل لنا حضارات لكي نفتخر بها. اليوم جيت نفوتي باسكو نختارون رئيس جديد للوطن تاعنا. اليوم جينا انا وبابا باش نفوتو على رئيس لبلدنا. انا جيت مع جدي باش نتخب، هذه حاجه جديده عليا وانا وجيت هكا باش نشوف. يعني جيت مع بابا باش ندير الواجب الوطني تاع الانتخاب، خاطر باش كي نولي في سن الرشد يعني نكون متعلمه تو. انا اليوم جيت مع بابا باش نشوف عمليه الانتخاب، باش ان شاء الله كما نكبر نوصل لسن سن الرشد كما نجي ننتخب ما تبانليش حاجه جديده. زرع روح الوطنية وغرس واجب الانتخاب في قلوب الأطفال هو السبب الذي دفع بالأولياء لاصطحاب فلذات أكبادهم في هذا العرس الانتخابي. كما راكم تشوفوا هنايا كاين اللي راهم جايبين معهم أولادهم، كاين الدراري جايين مع أولادهم وباتهم، جايين مع جدودهم، مليحة يزرعوا فيهم روح الوطنية لتربية نشأ الجيل الجديد على روح الوطنية. جات باه تعلم سعود هي ثاني زياد واجب نتاعها وتاع بلادها ووطنها ولازمها تنتخب. حتى حاجه راهم يجيبوا ولادهم صغار معاهم صافي غرون بليزير، ماذا بينا نزرعوا في ولادنا الروح الوطنيه نعلموهم، خطر علاش درك الانتخاب هذا حق قبل ما يكون واجب، ماذا بينا حنايا الولد تجيبه معاك يتعلم بليطار هو يعاود يولي يجيب ولده وتنزرع الروح الوطنية والديمقراطية في هذه البلاد. هي ممارسات يقوم بها الأولياء اتجاه أبنائهم في كل حدث وطني، والهدف منها تنشئتهم على حب الوطن والاعتزاز به.